مهدي مزواري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي. هذه الزياره حقيقه احنا فرحانين باش نكونوا معكم اليوم ونكونوا مع الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا في الاتحاد الاشتراكي في الداخله. هذه زياره اللي كان من الضروري اننا نكونوا هنا كاتحاد اشتراكي، وحنا دائما هنا عبر التاريخ. وحنا اليوم هنا لمناسبه خاصه، لانه تجي معنا واحد السيده مرموقه، شخصيه نافذه في الحزب الديمقراطي الامريكي اولا، باعتبار مدام كارول براون هي اول امراه من اصول افريقيه امريكيه تنتخب سيناتوره في الولايات المتحده. هي عندها تاريخ حافل في وسط الحزب الديمقراطي، امراه لها علاقات كبيره جدا، ولكن هي امراه تدافع على قيم كبرى. وتلاقينا معها كحزب ومع حزبهم، لان الاتحاد الاشتراكي والحزب الديمقراطي تيتلاقاو في منتظمات دوليه على راسها واحد المؤسسه دوليه سميتها التحالف التقدمي. اذا حنا استدعيناها بدعوه من الكاتب الاول للحزب ومن الحزب، جات في زياره للمغرب لتبادل للتحادث باش نتقاسموا واحد العدد من الافكار وواحد العدد من القيم، ولكن كذلك كيف ما قال السي الهنوني باش تكون واحد السفيره من بين السفراء اخرين اللي كتجمعنا معهم علاقات داخل سياسيه باش تنقل حقيقه الامر حقيقه بدون تزيين بدون تزييف الواقع اللي كاين في المغرب. حنا تتعرفوا حنا في المغرب اليوم حنا مرتاحين، لانه التطورات اللي تتعرفها القضيه الوطنيه اليوم هي ما يمكن لها الا تكون في جانب تطوير الموضوع لصالح اصحاب الحق اللي هما المغاربه واللي هو المغرب. اذا حنا ما عندناش، حنا ماشي ستريسي ولا تنديروا شي سياسه ولا شي رد فعل دفاعي، بالعكس حنا تنجيو بقناعات، تيجيو الناس بقناعات، تيلاحظوا بقناعات، ثم تيمشيو يوظفوا ذاك القناعات في الجانب الاخر فقط من اجل تمتين العلاقات وتطوير العلاقات مع الحزب اللي حنا اصلا اصدقاء ديالو هذه اكثر من 60 سنه. اذا تنعتبروا ان هذه الزياره تدخل في هذا الاطار، وتنشكر الصحافه المحليه والجهويه ديال الداخله اللي متبعين مع حقيقه، حنا في مدن اخرى متبعين معكم حقيقه ما يقع على الارض هذه المده الاخيره، وفي دوركم مهم واساسي. حنا داخل هذه الزياره في هذا الاطار، وغتكون عندنا زيارات اخرى، للداخله وللعيون ولجميع اقاليم الصحراء المغربيه كاتحاد اشتراكي. وحنا تتعرفوا الاتحاد هو معروف بمواقفه الوطنيه في القضيه الوطنيه الاولى، وحنا ما تنجيو الا لاداء واجبنا الوطني. لهنوني عبد الله كاتب الجهوي لحزب اتحاد القوات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بجهه الداخله والذهب. كما تعلمون على ان زياره السيناتور الامريكي هي زياره مهمه على مستوى الفتره الزمنيه اللي كتعرفها المنطقه، وبالتالي في اطار التقلبات اللي كيعرفها الوضع الدولي، هي زياره جات من خلالها على اعتبار انها اولا عضو بارز في الحزب الديمقراطي الامريكي، وبالتالي هي صديقه مقربه من الرئيس الامريكي الحالي. هي جات لكي ترى الامور عن قرب وتحاول ان تنقل كل ما وقع الى الحزب الديمقراطي الامريكي، وبالتالي تتفاعل مع جميع الامور على مستوى المحلي من خلال نقل المسيره التنمويه التي يعرفها المغرب، وبالتالي ابرازها للمجتمع الامريكي. والاهم بالنسبه لنا ككل وهو انها طلعت على الاستقرار التي تعرفه المنطقة، وكذلك التنمية على كافة المستويات التي تعرفها الجهة، وهي بالتالي انبهرت بحجم الاستثمارات وحجم المنجزات التي تتم على المستوى المحلي. ورغم قصر إقامتها هنا بالجهة، فهي تتمنى مستقبلا أن تأتي في وقت كافي للاطلاع والاستمتاع بكل المؤهلات السياحية التي شهدتها، وبالتالي هي اعتبرناها كسفيرة لنقل جميع الأمور إلى المجتمع الدولي، وبالتالي الدعم المطلق للقضية الوطنية من خلال حكم ذاتي متفق عليه بين الأطراف. جمولة بوسيف، عضو مجلس وطني الشبيبة الاتحادية. تأتي هذه الزيارة في إطار تعميق جهود الدولتين فيما يتعلق بالقضية الوطنية، ساشون كو لي زيتازوني والمملكة المغربية لهم نفس التوجه نحو حل سياسي حقيقي في قضية الصحراء، ألا وهو الحكم الذاتي. لذلك دعا حزبنا السيناتور السيدة كارول موسلي براون
لزيارة مدينة الداخلة بهدف جعلها تطلع على الأوضاع المستقرة بجهة الداخلة والذهب، وبالتالي ستعمل على نقلها بكل أمانة لجميع المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن. بديلي عضو الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية بالداخلة. اليوم الشبيبة الاتحادية بالداخلة جيت سعيدة لاستقبال السيناتور الأمريكي. هذه الزيارة جات في إطار الدبلوماسية الموازية للدبلوماسية الرسمية في قضية الصحراء المغربية. أحيدوا